برضو لو انا رايح زياره ممكن اخد معايا حاجه حلوه وانا رايح، اخد شوكليت، اخد تورته، اخد جاتو وانا رايح، مفيش مشكله. وهنا برضو بيبقى فيه سؤال برضو يمكن ده كنت بتساله كتير في رمضان، طب انا لو جات لي تورتايه او جاتو او كده هل افتح منها واقدم منها للضيف؟ والسؤال ده كان شائع جدا، ده ناس كتير بتسال في الحته جداً دي جدا كتير في رمضان. كان كتير ناس تبعت تسالني على ده، فاه طبعا افتحها واقدم منها، لان اللي بيبقى بيشتري التورتايه او كده بيبقى مبسوط بيها قوي وممكن يشتهيها، فما فيش مانع ان انا افتح منها، لكن في نفس الوقت ببقى مجهزه الضيافه بتاعتي. يعني لا، وفي اطفال تقول لك انكل احنا اللي جبنا دي الاطفال وسط الحاجات الكتير يقول لك احنا اللي جايبين دي. ما هو لازم بص، الاطفال ما بنقدرش نسيطر 100%، لكن المهم ان غالبيه التصرفات يكون متسيطر عليها، لكن المفروض ان الناس تبقى فاهمة إن الطفل صعب السيطرة عليه، هو في مرحلة تعلم وفي مرحلة توجيه، فممكن الدنيا تعدي بسلام وممكن يعمل موقف محرج، فما فيش مشكلة، بنعدي الدنيا وبنوجه بالراحة. يمكن في رمضان الواحد لما كان بيروح أي فطار مثلا، أنا شخصيا كنت ببعد عن الحاجات اللي فيها كنافة والحاجات اللي هي المعتادة، لأن أصحاب البيت ممكن يكون فعلا جايبين حاجة شبه كده، فممكن اقول حاجه فوق حاجه، فالناس دي ممكن هتعمل بالحاجات دي ايه، ده حقيقي. فكنت بحاول اختلف باي شيء غير الحاجات التقليديه. هقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه للعزومات احنا ممكن نسال قبل ما نروح، يعني تفضلي نجيب، يعني في ناس بتعمل العزومه وبتسيب جزئيه الحلويات للضيوف اللي هم جايين، فممكن الضيوف تسال، خاصه لو احنا مجموعه كبيره، فبنبتدي ننسق مع سيده المنزل عشان ترتب الاصناف، خاصة تورتة الايس كريم مثلا، يعني تورتة الايس كريم دي عمرها قصير، عمرها قصير، هي على فكرة هدية مربكة جدا، يعني مربكة. اولا هي بتبقى محتاجة الفريزر يبقى فاضي طبعاً، عشان لازم تدخل بالعلبة بتاعتها، او حتى لو هي خرجت لازم يكون ليها مكان في الفريزر، فلازم انسق مع سيدة المنزل ان انا هجيب تورتة ايس كريم، او انا هجيب حلويات شرقية، او انا هجيب جاتو، هجيب تورتة، فهي بتبتدي تنسق مع كل ضيوفها لعدم تكرار الأصناف. وكمان تورتة الآيس كريم يعني اللي هي بتلغي الفكرة أو بتختار صنف تاني. هو أنا منطقي لو حد جاي لي أقول له ممكن يجيب إيه لو هو عرض عليا؟ لا، هو بيسألني، ما هو طالما اتسألت خلاص بقول مفيش مشكلة، ما هو طالما بيسألني هو ده اللي حبيبي يجيبه، فأنا مش هحرجه وأقول له لا ما تجيبش، أو فهو بياخد رأيي، فما فيش مشكلة خالص، زي ما أنا باخد رأيه تحبوا تاكلوا إيه على الفطار أو على الغداء أو العزومة، ما فيش مشكلة خالص. طب هي محددات العادية إيه بقى؟ لأن الناس بتحتار في القصة دي الحقيقة طول الوقت. محددات العادية يعني أنا حد لمين عادية؟ وأديها بقيمة قد إيه؟ ولو حد إداني عادية هل لازم أردها له بنفس المبلغ لأولاده مثلا أو كده، ولا ممكن أزود؟ العادية ما بتحددش بقيمة معينة، هي بهجتها في العيدية نفسها.